هذا البرنامج برعايه مجموعه ازدان القابضه يتجدد اللقاء مشاهدينا في حلقه نهايه الاسبوع من برنامجكم مسار السوق اهلا وسهلا وارحب ايضا بزميلتي لبنى البوضه اهلا لبنى مرحبا حفيظه بالتاكيد وكالعاده نبدا مسار السوق بابرز العناوين ارتفاع أسعار النفط يلقي بظلاله على أداء الأسواق الخليجية في جلسة نهاية الأسبوع بورصة قطر تقفز ب 2% ومؤشر دبي يستعيد مستويات 3000 نقطة السوق الكويتي يتفاعل إيجابا وبقوة على وقع صدى اتفاق تحالف خليجي بقيادة العبار للاستحواذ على حصة الخرافي في أمريكانا الأرباح المُجمّعة للبنوك القطرية ترتفع 4% بنهاية العام الماضي لتصل إلى 20 مليار و مليون ريال كيف أغلقت الأسواق الخليجية جلسة نهاية الأسبوع لهذا اليوم الأسواق الخليجية العاملة إذا اللون الأخضر كان هو القاسم المشترك بين كل الأسواق ارتفاع أسعار النفط كان لها دورها وتأثيرها على تداولات خلال جلسة اليوم بالإضافة إلى أخبار عن استحواذ 69% من شركة أمريكانا هذا أثر طبعا على القطاع المصرفي وعلى الشركات التابعة تحت مجموعة الخرافي بالنسبة لتداولات في أسواق في سوق الكويت المؤشرات. باللون الاخضر الوزن ارتفع ب 22 نقطه المئويه ايضا مؤشر الكويت 15 ارتفع ب 218 نقطه المئويه والسعر ارتفع ب 79 نقطه عند 5198 نقطه اسواق الامارات جلسه ايجابيه اليوم وارتفاعات جيده عوده مؤشر سوق دبي لمستويات 3058 نقطه يضيف 82 نقطه مؤشر سوق ابو ظبي المالي ايضا وسط دعم من كل القطاعات خاصه القطاع الطاقه وقطاع المصرفي ارتفاعات ب 2% في المائة عند مستويات ال 4140 نقطه. المؤشر في قطر ايضا وسط حاله ايجابيه اليوم وارتفاعات جيده يعوض الخسائر التي كان عليها هذا الاسبوع. لدينا 196 نقطه يضيفها مؤشر بورصه قطر يعود لمستويات 9683 نقطه. ارتفاعات باثنين في المئه مؤشر سوق مسقط يرتفع بواحد في المئه واربعه وسبعين نقطه ومؤشر سوق البحرين كان عاكس التداولات خلال هذه الجلسه وتراجع بثلاثه عشر نقطه المئويه هذه المرة والأداء الأسبوعي للأسواق الخليجية طبعا الارتفاعات والتقلبات التي كانت على امتداد هذا الأسبوع بالنسبة لأسعار النفط كان لها دورها في التأثير على تداولات الأسواق الخليجية لاحظنا ارتفاعات جيدة بالنسبة للنفط ومكاسب بالنسبة للعديد من المؤشرات نبدأ مع مؤشر السعري بالنسبة لسوق الكويت والذي كسب 187 نقطة ارتفاعات ب 3.4 نقطة المئوية على امتداد الأسبوع أيضا لدينا مؤشر الكويت الوزني أيضا كان بمكاسب 12 عشر نقطة أضاف ثلاثة وستة عشر نقطة المئوية مؤشر القياديات في سوق الكويت أيضا أضاف 30 نقطة على امتداد هذا الأسبوع وارتفاعات قاربت الثلاثة وثمانية عشر نقطة المئوية نبقى مع أسواق الإمارات ونبدأ بسوق دبي المالي الذي سجل أيضا أسبوع جيد خلال هذا الأسبوع ارتفاعات ب ونقطة واحدة أضاف سبعة في المئة على امتداد هذا الأسبوع سوق أبو ظبي المالي أيضا كان أفضل حال وكان جيد أداء خلال هذا الأسبوع وأضاف 230 نقطة ونلاحظ الارتفاعات وقادته ب 519 نقطة المئوية على امتداد هذا الأسبوع بورصة قطر المؤشر أيضا أضاف 411 نقطة وارتفعت ب 4 و نقطة المئوية عند مستوى 9683 نقطة إذا أسبوع جيد بالنسبة للبورصة القطرية نذهب إلى سوق مسقط والذي بدوره كان لديه أسبوع جيد كما أضفت ارتفاعات اسعار النفط وايضا بعض التقلبات في الاسواق العالميه كان لها دورها في هذه التداولات ارتفاعات ب 223 على مؤشر سوق مسقط وارتفاعات بأربعة ونصف النقطه المئويه سوق البحرين كان لديه ايضا اداء متذبذب رغم انه سجل اقل نسبه بالنسبه لمؤشرات الاسواق الخليجيه لكن ارتفاعات بحوالي نصف النقطه المئويه اضاف خمس نقاط واغلق الاسبوع عند 1177 نقطه وقع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار ممثلا لمجموعة من المستثمرين الخليجيين وقع مع شركة الخير الكويتية اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة الخير أو مجموعة الخير في أمريكانا البالغة 69% من المتوقع أن تبدأ عملية الفحص النافي للجهالة والتي تستغرق نحو شهرين بحسب مصادر لسي أم بي سي عربية المزيد في سياق هذا التقرير لنتابع مرة أخرى تعود الشركة الكويتية للأغذية أمريكانا أيقونة مجموعة شركات الإخراف تعود لتستحوذ على الاهتمام في الكويت بعد أن أعلنت مجموعة الإخراف في بيان لها عن اتفاقية بيع مبدئية مشروطة لبيع حصتها في أمريكانا لشركة إماراتية بقيادة رجل الأعمال والمستثمر الإماراتي محمد العبار. وتمتلك مجموعة الخير الخرافي حصة تقارب 69% من أمريكانا العلامة العربية الأشهر في صناعة الأغذية والمطاعم. وفيما أوضح البيان بأن الاتفاق مشروط بإتمام الفحص النافي للجهالة واستيفاء عدد من الشروط الأخرى، فإنه لم يتطرق إلى السعر المقدم في الصفقة، لكن مصادر لسي إم بي سي عربية قالت إن العرض يتفوق على السعر الذي قدم في العرض الأخير. من قبل سافولا السعوديه للاستحواذ على امريكانا وهو العرض الذي لم يكتب له النجاح وحسب القواعد والانظمه المعمول بها في هيئه اسواق المال الكويتيه فان الشركه الاماراتيه في حاله اتمام الفحص النافي للجهاله ستقوم بتقديم عرض استحواذ الزامي على جميع مساهمي امريكانا لاتاحه الفرصه لمن يرغب في المشاركه في الصفقه. وقد علّق محمد العبار عن السعادة بأن يكون جزءًا من الإرث الكبير الذي بنته الشركة على مدى خمسة عقود، والتطلع إلى التعاون مع إدارة أمريكانا لتنمية المجموعة والشركة. كذلك قال السيد لؤي الخرافي بأن أمريكانا ستصل إلى آفاق جديدة تحت قيادة محمد العبار. وقد تأسست أمريكانا عام 1963 برأس مال يبلغ 40 مليون دينار. وتمتد أنشطتها ومنتجاتها إلى 15 دولة حول العالم، ومن خلال حوالي 1500 فرع تقدم أمريكانا لقاعدة هائلة من المستهلكين المواد الغذائية الطازجة والمعلبة والمجففة والوجبات السريعة والمشروبات. ويعمل في أمريكانا أكثر من خمسة وخمسين ألف موظف من ثلاث وعشرين دولة، وهو ما يجعلها أكبر مشغل لسلاسل المطاعم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد دخلت في السنوات الأخيرة أسواق جديدة، مثل أربيل وكازاخستان، ونشطت أمريكانا في مجال التصنيع أيضا ومن خلال سبعة عشر مصنعا تابعا لها في الوطن العربي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأطلقت محفظة خاصة بها للمواد الغذائية التي ابتكرتها وتضم الكثير من علامات تحظى بسمعة إقليمية وعالمية طبعا اهتمت الأوساط الاقتصادية بهذا الخبر والتي كانت تنتظره منذ وقت طويل وراينا السوق الكويتيه متفائله بهذه الصفقه ترتفع على وقع هذه الاخبار طبعا الدعم كان ياتي بشكل رئيسي من الاسهم المرتبطه بمجموعه الخراف سنناقش هذا الموضوع اكثر حيثياته وتفاصيله مع الاستاذ ميثم الشخص وهو الرئيس التنفيذي لشركه العربي للوساطه مرحبا بك استاذ ميثم وشكرا لحضورك معنا السؤال الاول الذي قد يتبادر الى الاذهان لماذا هذا التجمع بالتحديد بالرغم انه كان هناك العديد من المهتمين بشراء هذه المجموعه نعم اعتقد ان هذه الصفقه بهذا الحجم تحتاج الى سيوله كبيره تحتاج الى مستثمر على مقربه من هذه الشركه يعرف تماما كيف تكونت، كيف تعمل، كيف حقيقه يكون لها الاثر الايجابي للاستثمارات المستقبليه والافضل من ذلك ان تكون على مقربه من يعني التطلعات الخاصه في سلسلة المطاعم اللي موجودة تحت العلامة التجارية أو العلامات التجارية حقيقة المتعددة لهذه الشركة. لذلك لم يكن مستبعدا أن تأتي هذه الصفقة من إحدى الدول الخليجية تحديدا. يعني كان هناك حقيقة مفاضلة أو منافسة ما بين شركة سعودية وهذا التجمع الإماراتي. فبالتالي من يقدم السعر الأفضل على طاولة المفاوضات هو من سيفوز. حتى الان الاتفاق المبدئي لدراسه الاصول الخاصه بالشركه تحت الفحص النافي للجهاله ومن ثم يتم تقديم العرض والحديث عن الارقام لكن من خلال ما بين السطور يتضح بان الرقم المقدم سيكون اعلى مما قدمته صافولا يعني نتكلم باكثر من تقريبا يعني 5 مليار دولار تقريبا فلذلك تقريبا يعني هذه الارقام غير يعني دقيقه لذلك نستطيع ان نقول بان الرغبه للاستحصال او الحصول على مثل هذه الشركه الكبيره بمبلغ كبير لن يكون سهل من الخارج انما يكون من شيء قريب جدا من هذه الشركه نعم سيد ميثم، انت ذكرت ان هذا المبلغ ممكن ان يقارب خمسة مليارات دولار كيف ممكن ان يكون اثر او كيف ممكن ان نرى اثر هذه الصفقه على مجموعه الخرافي خاصه وانها من اكبر الكيانات في سوق الكويت المالي بالاضافه الى انها تمتلك عدد من الشركات اسهمها دون القيمه الاسميه نعم حقيقة أولا هذه المجموعة كما ذكرت هي من أكبر المجاميع الموجودة في السوق وبالتالي يصعب تحديد سريع للملكيات المتقاطعة الملكيات المباشرة لأمريكانا والأثر من تحديد الأرباح عن عملية البيع يعني مثلا إذا كانت شركة لا تتملك في هذه شركة أمريكانا لكنها تتملك بشركة لديها حصة في شركة أمريكا. سيكون لها أثر في الميزانية إذا كانت طبعا حصة سيطرة من عدمها فلذلك أنا أعتقد بأن اتساع رقعة المشاركة في هذه الحصة كبير جدا بقدر هذه الصفقة حقيقة نعود إلى الصفقات التاريخية التي عقدت في الخليج وتحديدا في الكويت نجد أن الأثر الإيجابي يعني كما يمكن ذكرت هذا الصباح عبر شاشة سي بي سي أن الأثر الإيجابي لصفقة كيوتل مع الاتصالات الوطنية أو حاليا حقيقة كان لها أثر كبير جدا لمجموعة المشاريع واستفادت أنها تمت قبل الأزمة المالية في 2008 وحققت الكثير هذه الشركة واستطعت أن يعني تقف أمام هذه الأزمة والهزات التي أتت من الأزمة المالية. لذلك أنا أعتقد بأن الكثير من الشركات الاستثماريه الآن تعاني يعني من عمليات التسويات، من عمليات انخفاض الأصول الخاصه بالأوراق الماليه في الأسواق الماليه سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، المبالغ التي ستأتي من هذه نعم. الصفقه ستعين شركات الاستثمار أولا التابعه لمجموعه الاستثمارات أو مجموعه الخرافي، ستعين حقيقه الشركات التاليه في في النشاط، أعتقد بأن إعاده النظر في الاستحواذ على نفس الشركات في هذا القطاع بشكل او باخر لربما سيكون احد الاهداف الاستراتيجيه الهامه لهذه المجموعه لانها لديها الخبره الكافيه لاداره نعم. اي شركه في قطاع نعم. الاغذيه بكفاءه عاليه نعم استاذ ميثم نحن سنستبقيك معنا في هذا الوقت نحن بالتاكيد سمعنا الكثير عن مصطلح الفحص النافي للجهاله كان في اخبار الاقتصاد وفي هذا الخبر بالتحديد غالبا ما يتعلق بصفقات الاستحواذ أو الاندماج بين المؤسسات المالية والشركات فما الذي يعني هذا المصطلح تقرير خاص لسي أم بي سي عربية حوله لنتابع أية منشأة تسعى لإجراء عملية مالية معينة تتعلق بشكل أو بآخر بمنشأة أخرى كعمليات الاستحواذ الشراء الاستثمار الجزئي أو المشاركة في مشروعات وتحالفات إعمال فانه يجب عليها ان تتحقق من كافه الافتراضات والمعطيات الخاصه بالعمليه والمنشاه بشكل دقيق. وهذا ما يطلق عليه الفحص النافي للجهاله، والذي يؤمن مستوى ملائما من الثقه والارتياح لكلا المنشاتين من خلال التحقيق والتحقق من العمليات الماليه والتجاريه والتشغيليه، والجوانب الاستراتيجيه كذلك. ومن ابرز اجراءات الفحص النافي للجهاله، التعرف على نشاط الشركة وكيانها القانوني وأهدافها، وذلك من خلال استعراض التطور التاريخي لنشاط الشركة، وتحليل الإيرادات التشغيلية، واستعراض الهيكل القانوني لها، إضافة إلى تطور رأس مالها. ومن ثم يتم الانتقال إلى كيفية حساب التدفقات النقدية للشركة، وتحليل أنواعها المختلفة، سواء التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. لتتم بعدها مراجعة أصول الشركة خصوصا طويلة الأجل والمدينين وأبرز عملاء الشركة، إضافة إلى ما تمتلكه من أصول سائلة ونقدية في البنوك، وفي المقابل تأتي أهمية مراجعة التزامات الشركة بمختلف أنواعها الطويلة أو قصيرة الأجل. كما يمتد الفحص النافي للجهالة إلى فحص الموقف الضريبي والقضائي لها للوقوف على وضع الشركة بالضبط. وإذا كانت هناك أية ضرائب أو قضايا متعلقة بالشركة من شأنها أن تؤثر على وضعها وعملياتها التشغيلية في المستقبل وفي النهاية وبطبيعة الحال يتم تحديد الحقوق الصافية للمساهمين وتقييم سهم أو حصة الشركة من خلال كل المعلومات والبيانات السابقة. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة أهلا بكم من جديد نعود إلى ضيفنا في الكويت الأستاذ ميثم الشخص وهو الرئيس التنفيذي لشركة العرب للوساطة أستاذ ميثم كنا نتحدث عن هذه الصفقة الكبيرة نحن نعرف إنه مجموعة الخرافي لديها بعض الالتزامات تجاه القطاع البنكي وبعض بعض البنوك في الكويت. تنفيذ هذه الصفقة ودخل هذه الأموال ما الذي يعنيه ذلك القطاع البنكي في الكويت؟ نعم طبعا في البداية تقرير رائع كما هو العادة في تقارير سي سي عربية وتحديدا برنامج مسار سوق حقيقة يعني بشكل يعني مختصر الصفقه ستعود بالنفع على البنوك من خلال تسديد الشركات التابعه لهذه المجموعه لمديونياتها المتاخره في البدايه وستعطي تصنيف اعلى لهذه الشركات في المستقبل للحصول على قروض ميسره من هذه البنوك لذلك انا اعتقد بان عجله تحريك القطاع البنكي وخاصه البنوك التي تتعلق ولديها يعني علاقه مباشره سواء كممول للشركات الخاصه بمجموعه الخرافي او يعني البنوك الاخرى التي قد تتقدم الان لهذه المجموعه بان تعرض خدماتها فلذلك عمليه السداد ستكون لصالح الطرفين، البنوك ستكون لديها يعني إمكانية تحرير مخصصات ولو أني أميل إلى أن المخصصات ستبقى بنسبها الحالية لأن الموضوع يتعلق بمستقبل غير واضح لكثير من الزوايا والقطاعات الاقتصادية يبقى أن البنوك حتما سيكون لها الأثر في نفس الربع التي الذي عفوا سيتم في انجاز الصفقه ان تمت ان شاء الله ومن ثم اعتقد يعني من ابرز البنوك التي تاثرت في هذا الاعلان اليوم نجد حقيقة لوجود علاقه قويه وقريبه منها هو البنك الوطني كما راينا والبنك الوطني ليس غريب على هذه المجموعه رايناه في اكتساب زين ورايناه في كثير من المواقف الخاصه او المتقاطعه مع هذه المجموعه سيد ميثم ايضا الصفقه قدمت لاستحواذ على قرابه 69% من امريكانا، هل ممكن ان نرى عرضا الزاميا يقدم امام جميع المساهمين؟ لا اعتقد الخبر الذي انا يعني قراته بان الشركه ترغب او المجموعه ترغب بالحصول على كامل الاسهم نعم. عن طريق بوابه 69% المملوكه من شركه أسهم شركه الخير فبالتالي الشركه ترغب او المجموعه المستحوذه التي ترغب بالاستحواذ هي ترغب باستملاك كامل الشركه ولذلك يعني بعد بعد ان تنتهي من عمليه الفحص النافي للجهاله ستتقدم لربما بعرض بعرض استحواذ اختياري. يعني هذا كما اتوقعه ومن ثم ستقوم شركه مثلا الخير بعمليه بيع هذه الصفقه عبر هذا العرض المقدم بالاضافه الى ربما يعني المساهمين الاخرين كما حدث لربما في صفقه اس تي سي على فيفا لكن يعني هذا اقرب طريقه انا اعتقد لكن حتى تستطيع الشركه الدخول الى الفحص النافي للجهاله يجب ان يكون هناك اتفاق مبدئي مع احد الملاك الكبار اذا نحن نشكرك سيد ميثم الشخص الرئيس التنفيذي لشركه العربي للوساطه شكرا لك على هذه المداخله وسجل سهم اتصالات في فترة الشهور الثلاثة الأخيرة ارتباط سلبي مع كل من أسعار النفط وأيضا المؤشرات الأمريكية في حين سجل مؤشر سوق أبو ظبي والأسهم القيادية الأخرى ارتباطا إيجابي مع هذه المؤشرات فهل يعتبر سهم اتصالات من بين أسهم الملاذات الآمنة ضمن سوق أبو ظبي المالي سنأخذ تفاصيل أكثر مع الزميلة لبنى البوظة اهلا بكم، هل قطاع الاتصالات هو قطاع آمن؟ قمنا بإجراء مقارنة ما بين قطاع الاتصالات في سوق ابو ظبي مع باقي القطاعات الأخرى وأداء سهم اتصالات بالتحديد مع الأسهم القيادية هناك وأيضا تأثيرها بما يحدث في السوق كذلك الأمر. هذا هو مؤشر سوق أبو ظبي في مقابل أداء سهم اتصالات هناك. بداية نحن نتحدث عن ارتفاعات على سهم اتصالات بواحد في المئة منذ بداية العام. هذا الأرقام تقريبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى أو الثلاثة الأخيرة كان قد ارتفع أيضا بستة في المئة. في حين مؤشر سوق أبو ظبي إذا مع استثنينا جلسة يوم الخميس التراجعات كانت بخمسة في المئة منذ بداية العام وحوالي خمسة في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. فبالتالي عم نشوف كان في هناك يعني أداء متباين بينهما الآن إلى عمل الارتباط. الأسواق العالمية. الأسواق الخليجية. أسواق المنطقة بشكل عام. كانت مرتبطة وبشكل واحد واضح بأسعار النفط. بدراسة أرقام أو عامل الارتباط ما بين هذه ما بين النفط وما بين المؤشرات سوق أبو ظبي بالتحديد كان المعامل عن 0.72 يعني نتحدث عن علاقة وثيقة جدا يعني الحركة كانت متماشية بتقريبا 70% في مؤشر الداو جونز والذي ايضا كان فيه ارتباط احتسبنا عامل الارتباط ما بينه وما بين سوق ابو ظبي وكانت عند 0.82 يعني كانت الحركه ايضا مترافقه 82% تقريبا لكن كيف تبدو هذه الصوره على سهم اتصالات خلوني اشوف الصفحة السابقة إذا كان بالإمكان لأنه الذي أظهرته الأرقام أن العلاقة عكسية مع الداو جونز كانت بالسالب 0.3 هذا يعني بانه كانت معاكسه يعني في الوقت الذي كان يتحرك فيه الداو جونز على سبيل المثال الى إيه الادنى سهم اتصالات كان مرتفع خام برنت ايضا كان الارتباط عكسي حوالي 0.50 فبالتالي العلاقة عكسية تماما في وقت سوق أبو كان متماشي مع هذه المؤشرات سوق سهم اتصالات بالتحديد كان يخالف تماما وهذا بالتأكيد يفسر أنه بوقت اللي كان في عنا تراجعات قوية سهم اتصالات كان على ارتفاعات لنذهب الآن إلى قطاع الاتصالات مقارنة من بباقي القطاعات الأخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة السهم سهم طبعا الاتصالات هو الذي يشكل القطاع بشكل عام القطاع ارتفع ب 6% ولكن في المقابل لاحظوا العقارات 2% تراجع، البنوك 11% تراجع، الاستثمار 11% تراجع، القطاع الاستهلاكي على تراجعات بسبع نقاط مئويه والطاقه على تراجع بثمانيه نقاط مئويه، ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا يعني بانه عندنا نحن هنا قطاع دفاعي كان يرتفع في وقت الاسهم الاخرى تتراجع. من قطاع الاتصالات إلى عامل التقلب وعامل التقلب مهم جدا ويتم حسابه حسب درجة التقلب ومقارنته بالتقلبات التي تشهدها باقي الأسهم. تابعوا معي هنا، اتصالات 15 فقط كانت درجة التقلب، الدار 67، أبو ظبي التجاري 41، دانغاز 35، ومنازل 44، إذن حتى درجة التقلب كانت أقل بكثير من باقي الأسهم القيادية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. لنذهب الآن إلى متوسط التوقعات. نحن عندنا توقعات لرويترز تتحدث بانه قد نرى بعض الانخفاضات في ارقام الربع الرابع من العام الماضي بحوالي 6%. إذا ما اخذنا هذه الارقام بعين الاعتبار الاعتبار واضفناها الى النتائج المحققة في الارباع الثلاثة الأولى، هذا يعني بانه احتسابات أو متوسط أرباح عام 2015 تتراجع بحوالي 13% تقريبا. عم نتحدث عن 7.7 لتقريبا مليار درهم هذا طبعا الارقام المتوقعه على كل في المقابل التوزيعات النقديه وكما تلاحظون ارتفاع مضطرد ومستمر لهذه التوزيعات التي تحتسب في كل نصف سنه يعني من النصف للنصف واستمرار قيام هذا السهم بتوزيع توزيعات نقديه مجزيه لم تتوقف بالرغم من كل ما يحدث في الاسواق العالمية، فهل هذا يعني أن قطاع الاتصالات بشكل عام كان في دبي وكان في أبو ظبي هو ملاذ آمن للإستثمار؟ وارتفعت الأرباح المجمّعة للبنوك القطرية بنهاية العام الماضي بنسبة 4% لتصل إلى 20 مليار و مليون ريال قطري، وذلك مقارنة بأرباح سجلتها البنوك خلال الفترة نفسها من عام 2014 بلغت 19 مليار و300 مليون ريال، هذا وجاء الارتفاع في أرباح البنوك القطرية نتيجة نمو وزيادة الأنشطة التشغيلية، بالإضافة إلى تقليص مخصصات القروض والسلف. بهذا ناتي الى نهايه مسار السوق لجلسه يوم الخميس، نشكر لكم حسن المتابعه، نتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده، والى اللقاء. هذا البرنامج برعايه مجموعه اسدان القابضه.